وبعدين؟ دخلت على أحد البرامج، تعرفت أول شيء قعدت أسولف مع مجموعة ناس، لفت نظري شاب، قعدت أسولف معه في البداية، أول أسبوع سواليف ضحك عادي شات، تطور الموضوع إنه ياخذ رقمي، وكنت ما زلت أقول إنه عادي جربي ما في مشاكل، أكذب على نفسي عشان أكمل. طبعا بعد فترة المكالمات صار إنه يطلبني أطلع معه، طبعا اعترف لي إنه طبعا في البداية في المكالمات كانت فيه عدد من الوسائل والوساطة اللي خليش تثقين فيه، ها؟ ايه انا احبك، انا حريص عليك، ما ابغى احد يدري، صح؟ ايوه، انا اول مرة اصلا يصير معي هالموقف، وحطيت احلامي وكل شيء مع هالشخص، لانه اول مرة في حياتي انا اشوف هالطريق. طيب اول مرة طبعا كنت رافضة تماما، مع الاستمرار طلعت اول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، يعني انا لما افكر في هالموضوع يعني احس اني انا قذرة صراحة. بعد ما خلصنا يعني جلسة الطلعة الرابعة انا رفضت، فقال انه هو حسافر. مسافر؟ ايه، بكمل دراستي برا. في التدرج خطوة خطوة. ايوه، انا طبعا كنت متعلقة فيه يعني بشكل فظيع، يعني كنت اشوف انه الزوج اللي راح يكون لي واللي انا راح اكمل حبي معاه، كأي بنت كانت تفكر اول. طيب الفترة هذه يعني انت لما خرجتي مع الشاب ما فكرتي ايش ممكن تنفضحين؟ ممكن الاهل يدرون؟ ممكن ما فكرتي بهالطريقة هذه؟ سبحان الله كذا احس انه مبين لي مبين لي كذا مغبش على عيوني، يعني احس اني ظلمت نفسي، انتهت العلاقة. طبعا قبل ما تنتهي قال لي انه انا اسف، كنت احب واحدة غيرك وانا كذبت عليك. طبعا انا اناقشه، وبعدين قال لي جاب سواليف كثيرة ثانية، انه انت كنت ناقشتيني في الزواج، انه طلع اشياء كثيرة عشان يتركني. في لحظة اني حسيت انه انا يعني هو الوعي. نسرين هو اللي انهى العلاقة مو بنتي. في البداية هو كان يقول انه اطلعي معاي، لما انا صرت ارفض بدا يجيب لي سالفة خلاص. طبعا الشيء اللي كان يريده هو الان ترفضتيه، فاراد ان ينهي علاقة معك ليتفرغ مع صيدة اخرى، او خلينا نقول فريسة اخرى. طيب انا بسك اسئلة سريعة كذا عشان الوقت، يعني الان بعد ما حسيتي ان استيقظتي كيف وضع قلبك؟ كيف وضعك الان؟ عايشة بندم، ما انا بالليل لو انا افكر باللي كنت اسويه، ايش اللي خلاني يعني اجبر نفسي اسوي هالشيء؟ خنت اهلي، خنت نفسي، خنت كل الناس اللي وثقوا فيني.